أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين ضربت يداك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي، وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جناب محمد کامران خان، والد محمد نذیر خان، میں نے بس 25,000 روپے مہر کے وکیل ہیں محمد عرفان والد عبدالشکور، اور نکاح کے گواہ ہیں اصغر خان والد محمد انور خان مرحوم، حاجی محمد شریف خان والد محمد عمر مرحوم، اور دیگر اہل مجلس کی موجودگی میں زویا عرفان بنت محمد عرفان کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. آپ نے قبول کیا؟ جی، میں نے قبول کیا. بارک اللہ بینکما وجمع بینکما فخیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ.